السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع التشعيب يا جماعة اللي كتير جدا بيسألنا عليه، سألنا الوزير في البرلمان واللي هو يعني النائب المشهور جدا ومحبوب جدا فريد البياضي، سأل الوزير قال له بالنسبة لموضوع التشعيب يا سيادة الوزير ايه اللي هيحصل فيه؟ قال الوزير بالنبط اللي هقوله ده، الاتجاه لتخفيف المواد العلمية، ركزوا الوزير قال ايه؟ الاتجاه لتخفيف المواد العلمية واختصارها مع الغاء التشعيب، ثم تكون المواد بعد ذلك اختيارية كما يحدث في الشهادات الدولية، وتم الاتفاق على اعادة عرض الموضوع لدراسة امكانية تأجيل قرار الغاء التشعيب. ركزوا في الحتة دي اهو، اعادة عرض الموضوع لدراسة امكانية تأجيل الغاء التشعيب، وفعلا ده اللي هيتم يا جماعة. يبقى دلوقتي التشعيب اللي بسأل عليه الوزير قال بلسانه المواد مش هيتم الغاء التشعيب الا لما تتعدل وتبقى زيها زي الشهادات الدوليه، وتم الاتفاق على كده. يبقى هيخفف المناهج يتم الغاء التشعيب، مش هيخفف مناهج مفيش الغاء التشعيب. ده اللي حصل لما النائب فريد البياض سال الوزير ورد عليه بنفس النمط. تحياتي لكل الطلاب الثانويه العامه، انتظرونا في كل جديد واكيد هكون معاكم اول باول في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.